عائدون أم نازحون؟ تختلف تسميتهم باختلاف الحال الذي تفرضه الظروف. الحدود اللبنانية السورية هي الممر الذي يعبر منه وإليه النازح والعائد. بعض الأشياء هنا تحكي عن نفسها بنفسها، وبعض الأشياء لا تحتاج إلى تفسير. في المرج في البقاع الغربي، حركة النزوح تختصر في ثانوية المرج الرسمية بثمان عشرة عائلة مكونة من 67 فرداً، معظمهم من الأطفال يتوزعون صفوفها ومعونات لا علاقة لها بالهيئة العليا للإغاثة. ما حد اتصل فينا من الهيئة العليا ولا إجينا مساعدات، فقط إجت مساعدة من الشؤون الاجتماعية عن طريق الإمارات. في ناس خايفة ترجع على أساس أنه تعرضوا للتلفزيون وحكوا على التلفزيون، في ناس عم بيقولوا، سمعت أنا أنه في ناس راحت ورجعوها. حبل الغسيل هذا لا يربط البحر بالخليج على حد قول الشاعر مظفر النواب، بل يعكس صورة لم تتعرى من مرارة العيش. هلأ نحن مثلا عم بيقولوا أنه هادي عنا، ما بنعرف، بجوز نحن نوصل هناك والله بيعلم يعني شو يصير مثلا. بتفكروا ترجعوا هلأ؟ أكيد 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 أنه نرجع يعني اليوم قبل بكرة. في المقلب الآخر العائدون، طريق المصنع الذي اختصر حكاية النزوح يروي حكاية العودة. في الأيادي جواز سفر وعلى الأكتاف حقيبة، هي زحمة العائدين إلى دمشق ودرعا السويداء وحمص وبعضهم إلى حلب. طمنا أنه أنا ما عاد في شو، لك إحنا راجعين على الشام. طمنا كنا الناس في المسؤولية إمبلا. هلأ طالع على الشام، طالع على الشام وبس، ما في شيء. أنا بشرف كونسرية ورئيسي بشار الأسد، وجاي أعمل زيارة على لبنان وفيلي على بلدي على وين؟ السويداء. راجع على سوريا أنت اليوم؟ نعم إن شاء الله. أدي لك أنت بلبنان؟ أسبوع. أنت نازح؟ نازح، لا مش نازح، زيارة. فوتتنا بالحيط. صرنا شهر تقريبا. شهر؟ ويعني حسيتوا هلأ الوضع صار أحسن؟ إيه أحسن بكتير. إيه عشان هيك نرجع. حركة نزوح ملحوظة شهدتها الحدود اللبنانية السورية بالاتجاه المعاكس، والعائدون إلى بيوتهم وأرضهم يعتبرون أن أجراس العودة لا تنتظر إلى الغد حتى تقرع. من الحدود اللبنانية السورية، دلال بزي، قناة الجديد.